لك بدي افهم منين طلعت لي بقصه العزيمه؟ ما في لا قصه ولا سيره، كل ما في الامر انا وفريد وشفيق واحسان صرنا زمان ما اجتمعنا، وبالصدفه شفنا بعضنا بدوره الحاسوب اللي عملتها الوزاره، واتفقنا نطلع نتغدى سوا يوم الجمعه. اها إيه، بس حضرتك كنت واعدنا طالعنا سيران انا والولاد. لك اسيتي مو مشكله، خليها للجمعه الجايه. شو صار يعني؟ هلا كل مره بدك تقلي خليها للجمعه الجايه. طيب شو اعمل يعني؟ هذا اللي صار، وعدت الجماعه وما عاد فيني اتراجع. إيه بس كان فيك تشاورني قبل ما تبت بالموضوع وتقطع وتوصل من عندك. شو هالحكي؟ هذا اللي كان ناقص والله، يعني بتلاقيها حلوه بحقي اقول لرفقاتي استنوني حتى شاور مرتي، ولا بدك ياني يصير علكه بلساناتهم؟ هلا اذا شاورتني بدك تصير علكه بلساناتهم؟ خلص ناهد خلص، هالحكي هذا ما حد منه فائده هلا. ايه امرك، حاضر. و دخلك بشو طالعين؟ بشو يعني؟ بسيارتي. ليش هن ما عندهم سيارات؟ كن بلا، كلهم عندهم سيارات. لك ليش طالعين بسيارتك؟ وين المشكله يعني؟ ما في مشكله يا حياتي، ما في مشكله منوب، بس يعني اذا هن عندهم سيارات ليش ما بتطلع معهم وبتترك لي السياره؟ ليش شو بدك فيها؟ جاء عبالي شم هوا انا والولاد، ولا يعني ما بيطلع لنا؟ امبلا حبيبتي بيطلع لكم، بس فهموني لوين بدكم تروحوا. هلا ما في شيء بذهني، بس يعني عم فكر احكي مع نسوان رفقاتك ونعملنا هيك مع بعض شيء مشروع مشترك. شو علي؟ كمان فكره معقوله؟ يعني رح تترك لي السياره؟ يا ستي رح اترك لك السياره ورح اطلع بسياره فريد. تسلم لقلبي. وبسياره مين طالعين على الزبداني فريد افندي؟ هو تيسير عرض انه نطلع بسيارته، بس انا لسه ما اعطيته جواب نهائي. ها وليش بقى ما اعطيته جواب نهائي؟ لاني بصراحه عم فكر اعرض عليهم نطلع بسيارتي. لك هلا انت ليش حتى تحمل السلم بالعرض؟ يعني طالما الزلمه عرض سيارته عليك فليش لحتى تكتر غلبه وتعرض سيارتك؟ مو حلو يا سماح، يعني ادبا وذوقا لازم اعرض سيارتي. لا والله ادبا وذوقا لازم تترك لي السياره الي. ليش؟ شو بدك بالسياره؟ شو بدي فيها يعني؟ بدي اتركها واقعد اتفرج عليها؟ بدي اطلع فيها مشوار. طيب راح اترك لك السياره وامري لله. وليش هيك عم تقولها من برات منافسك؟ هيك لانه بصراحه يعني صرت خاف سلمك السياره. ها وليش بقى؟ ما بعرف، بس يعني حاسس انه سواقتك صايره عفشه شوي، خصوصا بعد ما فتي بالعمود الشهر الماضي. بس انت بتعرف تماما انه الحق ما كان علي. لك الحق على مين؟ على العمود. لك ايه خلصنا بقى فريد خلصنا، بدك تضل تحكي بالقصه سنه، يعني قلت حوادث انت عاملها؟ عامل حوادث ما اختلفنا، بس بحياتي ما فتت بعمود كهرباء. بكل الاحوال خلص راح اترك لك السياره، بس ديري بالك بسواقها، لا تطوشي وتلوشي. يا لطيف يا لطيف، شو صاير حكيك بهز البدن؟ تفضل. يسلموا ايديكي. شفيق حبيبي ممكن تترك لي السيارة؟ وليش بقى؟ يعني عم فكر اتصل بسماح وناهد العنايات مشان نعمل مشروع سيران. ولوين هالسيران بقى؟ ما بعرف لسه ما فكرت، بس بدي اتصل فيهم. مو مشكلة رح اترك لك اياها، بس لا تلحقونا على الزبداني. ها وليش خايف نلحقكم على الزبداني؟ هاها معناته مطالعين معكم موظفات على السيران. لا حبيبتي اطمني، ما في موظفات معنا، اصلا كل الموظفات يلي عنا فايتين بالحيط، بس نحن حابين نقعد مع بعضنا لنحكي بهموم الوظيفه والشغل، ومنشان هيك ما عملنا القعده عائليه حتى ما تملوا منا. ايه ونحن كمان بدنا نحكي احاديث نسوانيه خاصه فينا، اطمن ما رح نلحقكم. اوكي حبيبتي، اصبح بتلاقي مفاتيح السياره بدرج الخزانه، بس سوي على مهلك. ها واوعك تتهوجني بالسواقه، ولا تنسي تزمري على الكوعها وتضوي بالغمازات وتحطي حزام الامان. اوكي شرف فيها ستي، وهي مفاتيح السياره. يسلموا هالايدين، فيها بنزين ولا لازم اعبيها؟ لا والله ما فيها، حطي لك فيها شي 25 لتر. هات لكن ناولنا حق البنزينات. يا عيب شو ما عليك يا عنايات، ليش انا من ايمت كنت ادفع حق بنزين؟ مين اللي بده يدفع لكن؟ انا؟ لا حياتي، لا انا ولا انت، الله يخلي لنا هالدولة. شرفي
وهي قسيمة بخمسة وعشرين لتر، فيك تعبيها من أي كازية بتلي. وما بيحكوا معي شيء؟ شو بدهم يحكوا؟ هاي قسيمة مدفوعة القيمة سلفا. لا والله ما بك شيء، عرفان تزبط أمورك. إيه شو بدنا نعمل؟ لأنه بيني وبينك حق البنزين نكبة. صحي ما قلتي لي لوين رايحين؟ والله ما بعرف، لسه ما حكينا مع بعض بالموضوع. يا ستي ما مشكلة، طلعوا شوم الهواء، بس بشرط بتسوقي على مهلك ها، وأوعك تعصبي مثل عوايدك، وإذا زمرتي على الكوع بيكون أحسن، مشان تكشفي الطريق، داكور؟ داكور. عم بقلبها لهالجية مع احقرها، إيه قسما بالله تكسروا رجلي. وانا كمان نبلت رجلي تحت مني. عجبكن على الشغلة؟ يعني معقول يكون عنا اربع سيارات وبعدين ناخذ تاكسي؟ شو بدنا نعمل؟ هذا حكم النسوان. سيدي احسن، هيك استر. وشلون بقى هيك استر؟ بلا ما نلفت نظر، شلون ما كان؟ نحن موظفين عاديين وجيتنا على هيك مطعم غالي وبسياراتنا الخاصة، بدها تخلي الناس تحكي علينا. فظاعة شلون بتحسبها أنت؟ مين عاد فكر بهيك قصص؟ هلا يلا يا جماعة خلونا نفوت لجوا، ولا بدنا نقضي السيران على الواقف؟ ماشي الحال، شرفوا، تفضلوا. تفضلوا. على فكرة يا جماعة، نحن لازم نجتمع كل فترة، يعني مو حلوة نقطع بعض فترة طويلة. طيب شو رأيكم نعمل هيك مشروع كل يوم جمعة؟ ليش لا؟ أنا موافق، فكرة معقولة كتير. أنا برأيي السيران الجاي نعملوا عائلة حتى النسوان ما يعملوا فينا مقلب مثل مقلب اليوم. لا هيك ما بيصير، أحسن شي نعمل جمعة نسوان وجمعة بلا نسوان، يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. أخي أنا ما عندي مانع، بس على شرط كل يوم جمعة منطلع على مطعم شكل، يعني مو شرط نجي على نفس المطعم. وليش بقى؟ أخي لحتى ما نصير الشبهات حوالينا، يعني عدم المؤاخذة، نحن موظفين ورواتبنا محدودة وجيتنا على هيك مطاعم غالية رح تصير الشكوك حوالينا. فصاعة شو بتحسبها؟ شو حسان؟ شامل من كلامك ريحة غريبة. ها ريحة شو؟ كأنه عم ترتشي. ها؟ يعني بس أنا اللي عم برتشي؟ ما كلنا بالهوى سوا. يا جماعة يا جماعة الله يخليكم، يعني أنا هذا مصطلح الرشوة ما بحبه، بحسه هيك فج مباشر. سيدي مو المهم التسمية، كل الدروب بتودي على الطاحون. أصبح يا جماعة شو أخبار الرشوة معكم بهالأيام؟ ماشية تمام ولا نص على نص؟ ولك وطي صوتك ليقوم حدا يسمعنا. لك شبك بتضل مرعوب ونقوزي؟ ما قلتوا لي يا جماعة شو رأيكم ما دام مجتمعين كلياتنا مع بعض نستفيد من خبرات بعضنا؟ ما في مانع، هو تبادل الخبرات بهيك موضوع ضروري جدا. معناتها شو رأيكم كل واحد يحكي لنا عن طريقته بالرشوة وعن أسلوبه الخاص بالشفط؟ موافقين؟ موافقين. خلينا نبدأ من عندك يا فريد. ما عندي مانع أبدا. أصبحت يا سيد فريد، احكي لنا شلون عم بتدبر أمورك بهالأيام. والله أنا من جهتي عايش على معاشي وما عم بقبض براني أبدا. شو بنا فريد؟ هلأ جايين نبيض على بعضنا؟ خلينا عم نحكي بشفافية الله يرضى عليك. أنتوا فهمتوني غلط، أنا مو هيك قصدي، أنا صحيح ما بقبض مصاري، بس بيني وبينكم أنا عندي أسلوب تاني غير مباشر. هات لنشوف. نورنا. الله ينور عليك. راح نوركم ولا يهمكم. ايه معلم ما قلت لي شو بتشتغل حضرتك؟ معلم صحي استاذ. شو الحكي؟ قسما بالله الي من الصبح لهلا وانا عم دور على معلم صحي، بتصدق؟ خير خير ان شاء الله استاذ. لا ما في شيء، بس عندي هيك كم تصليحه بالبيت، يعني السيفون اجى لك عطلان وفواجه خزان عم تهرب مي وحنفيه مغسله بدها تغيير. خلص استاذ ولا يهمك، انت بس اعطيني عنوان البيت وامتى بتحب اجي انا جاهز. هلا على الحارق وهي عنوان البيت جاهز.
على بين ما تروح تصلي وتجي بإذن الله بتكون معاملتك جاهزة. حلو الكلام؟ كتير حلو أستاذ، ما في مشكلة. وأنا بانتظارك، الله معك، يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. شفنا هالمعاملة لو سمحت. هاي شوف سيدي. إيه سيدي، شو بتشتغل حضرتك؟ عندي كازية على طريق حرستا. شو هالحكي؟ يا لطيف. يا لطيف شو ابن حلال. يا لطيف على هالصدفة. أنا؟ ليش خير أستاذ في شي؟ بتصدق إني من الصبح لهلأ عم دور على رقم كازية؟ لأنه بمعلومك خزان المازوت عندي فضي، وأنت بتعرف يعني. إيه خلاص أستاذ ولا يهمك. اعتبره تعبى بإذن الله، أنت أعطيني بس عنوان بيتك وأنا بتصرف. تسلم يا طيب، تسلم. تفضل سيدي. هي عنوان البيت. وهذا توقيعي على المعاملة مبدئيا، بس أنت بترجع بكرة مش هوقع لك إياها من المدير العام. ماشي؟ شكرا كثير لخدماتك أستاذ. لا ولو ولا يهمك، نحن بدنا خدمة تحريز. شكرا. أهلين وسهلين. يعطيك العافية. الله يعافيكي، يا أهلين وسهلين. ممكن؟ يا أهلين وسهلين. عفوا بالله، حضرتك شو بتشتغلي؟ أنست إنجليزي. أنست إنجليزي؟ يا سلام على الصدفة، جيتي بوقتك. خير أستاذ، شو الصدفة؟ لا ما في شي، بتصدقي إني من الصبح لهلأ عم دور على شي أنست إنجليزي شاطرة وما عم لاقي؟ مشان شو؟ الحقيقة عندي صبي صغير بالصف الثاني عنده مذاكرة إنجليزي بعد يومين، يعني كنت عم دور له على شي أنسة هيك تعطيه كم درس خصوصي وتراجع معه المنهج شوي. خلص أستاذ وبصلت، ما في داعي أدور، بس بليز أعطيني عنوان البيت. تكرم عينك، جاهز. تفضل. وهي لانه وهيك الله وكيلكم، شوفت عينكم، ما عم وفر حدا بنوم. اللحام، الدكنجي، الخضري، بياع الغاز، بياع الحلو، مين ما كان، لك حتى هذا الشاب اللي بيشطف دراج ما عم وفره. مشان هيك بيضل معاشي مثل ما هو. طبعا هذا غير التعويضات والمهمات وإذونات السفر الوهمية. طريقة رائعة وبعيدة عن الشبهات تماما. طبعا وبهالصورة ما حدا بيلقط عليك اي مستمسك وما حدا بشك فيك ابدا. بس بدكم الصراحة يا جماعة، بيضل الكاش ماني احلى. اوه طبعا بيضل الكاش احلى، انا من ناحيتي ما بقبض الا كاش. ها تحكي لنا شفيق، شلون بتقبض انت؟ ايه ابو الشباب، نحن باي عام هلا؟ عام 1400 حبيبي انا عم بسألك عن الميلادي مو عن الهجري. عام 2002. طيب من سنتين بأي عام كنا؟ 2000. أيوة برافو عليك، 2000 بالضبط. خلينا على 2000 لأنه رقم صحيح وما في كسور، ما هيك؟ لك شو عم تفهم علي ولا لا؟ ايه طبعا فهمت. يعطيك العافية، تعا بكرة بتلاقي معاملتك جاهزة. شكرا كثير. ولو هذا واجبنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا. شو أخبارك أستاذ؟ إن شاء الله تمام. الله يسلمك يا رب. أنت عندك سيارة؟ إيه والله عندي والحمد لله. قديش موديلها؟ 99. بس 99؟ سيدي ماشي حالة، نعمة كريم. طيب قديش استطاعتها؟ 16 حصان. اي لا 16 قليل كتير، قصدي يعني قديش عدد الاحصنة تبعها؟ اوه علينا. لا لا مو هذا القصد، قديش السعة تبعها؟ كم سي سي؟ كيف يعني؟ يعني في سيارات سعتها 1600 سي سي، 1800 سي سي، 2000 سي سي. والله ما بعرف. ولك في حدا بالعالم ما بيعرف سيارته كم سي سي؟ بس يا استاذ انا معاملتي ما دخل بهالاسئله. لك بعرف بعرف، هالاسئله ما لها علاقه بالمعامله، بس حبيت اسالك لحتى دردش معك شوي، بتعرف اني حبيتك كثير. هذا من لطفك استاذ. طيب انت قديش بتدفع رسم سيارتك بالسنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا استاذ ماني متذكر، لانه معقب المعاملات هو بيرسم لي اياها. طيب مالك متذكر ولا رقم ولو تقريبي مثلا؟ والله ماني متذكر.
هو علينا. انت مني من ضيعة جبلية اسمها عش البومة. وقديش ارتفاعها عن سطح البحر؟ اكيد فوق 1900 متر. ايه هيك شي يعني. قديش يعني؟ يعني مثل ما تفضلتوا حضرتكم استاذ، يعني بهالحدود. طيب كم كيلو متر بعيدة من هون؟ يعني بعد مفرق وادي الريش بحوالي 2 كيلو. ها ها، وهال 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ بيطلعوا اذا قلنا لك يا استاذ والله ماني شاطر بالتحويل انا. ولك يا بني ادم الشغله ما بدها شطاره. اذا كل كيلو متر بيطلع 1000 متر، 2 كيلو متر قديش بيطلعوا؟ 2000 متر. برافو عليك، فعلا 2000 ليره، عفوا 2000 متر. بقى شفت شلون انه شغلتك قريبه مو بعيده؟ كلها شغله 2000. بقى فهمت علي ولا لا؟ هلا فهمت عليك استاذ، فهمت عليك. تشرف استاذ. هلا انت عيني، ارجع بكره بتلاقي معاملتك جاهزه موقعه من المدير العام. طيب شكرا كثير استاذ، فضلتوا والله. ولو هذا واجبنا. يعني بضل باخد زبون وبجيبه لحتى يقول الرقم القريب من الرقم يلي ببالي، ساعتها بيفهم شو المطلوب. والله طريقتك يا شفيق معقولة كتير وجهنمية، بس طريقتي أنا مبتكرة أكتر، ما فيها أي مسؤولية. هات لشوفي أحسن، قلنا بقى شو هالطريقة. يخرب بيت هالموبايل، كأنه من العصر الحجري. طولوا بالكم أستاذ، طولوا بالكم. إيدي على راسك، شفت أتعس من هيك موبايل؟ والله ماشي حاله، كل الناس عم تحمل مثله. منين ماشي حاله؟ إيه قسما بالله عم بستحي امشي فيه بالطريق. ده كان موظف مهم مثلي يحمل هيك موبايل، استحوا طلاب المدارس يحملوه. لا تكن هم استاذ، بكره رح شب لك معي جهاز موبايل حديث ولا احلى من هيك. ما في داعي تلبك حالك. ما في لبكه ولو. بتحب جب لك يا اضاءه زينون ولا عادي؟ يعني اذا كانوا لابد زينون. تكرم عيونك. وعلى هالمنوال قيس، كل ما بفوت لعندي مراجع بنق قدامه، يا أما على الموبايل، يا أما على الساعة، يا أما على القداحة. الله وكيلكم آخر الشهر بيجتمع عندي موبايلات وقداحات خير الله. ايه وشو عم تعمل فيهم؟ ابن خالتي عنده محل وبيشتريهم مني أول بأول. والله طريقة حلوة، مو هيك تيسي؟ لا والله مو حلوة منوب، معدت كتير. طيب هات أشوف، أنت شو رأيك؟ أنا برأيي كل طرقكم قديمة وكلاسيكية وأكل الدهر عليها وشرب. شو هالحكي هاد؟ بالعكس يا تيسير، نحن عاملين كل الاحتياطات اللازمة بحيث ما نحط على حالنا ولا مستمسك. اي بلا ممسك بلا بطيخ، يعني يلي بده يستقصدكم بيلاقي عليكم 100 ممسك وبالوقت اللي بيريده. اي صحيح، بس يعني المهم انه نحن ناخذ احتياطاتنا. اي بس هالطرق هاي اللي حكيتوا عنها صارت معفنة بازارية ما فيها اي ابتكار، يعني كان بامكانكم تبتكروا طرق عصرية وعملية اكثر من هيك بكتير. ليش لسه في طرق عصرية وعملية أكتر من هيك؟ ليكو التاني؟ طبعا في. طيب أنت كيف طريقتك؟ هات نورنا لنشوف. يا سيدي أنا طريقتي يمكن لسه ما حدا فكر فيها منوب، طريقة جديدة كتير ومستحيل تخطر على بال الجني الأزرق بذاته. هات نورنا، الله ينور عليك، بلكي منتعلم منك يا سيدنا. هلأ بتشوفوا بعينكم؟ صار وقت الجماعة. أنا جماعة؟ هلأ بتشوفوا. هلا انتم ما بدكم تعرفوا طريقتي، بقى تفرجوا وانتم ساكتين. وصلوا الجماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذ تيسير، كيفك؟ الحمد لله. بيسلم عليك المسيو مرزوق، بيقول لك هاي الرشوه اللي اتفقتوا عليها، 50,000 رشوه لك و 50,000 رشوه للسيد المدير العام. يسلموا ايديك وسلم لي على المسيو مرزوق وقول له يجي لعندي بكره على المكتب وكله تمام باذن الله. عفوا استاذ تيسير، المسيو مرزوق بيسلم عليك وبيقول لك مشان المعامله الثانيه مش الحال، السيد الوزير رح يحكي معكم. امنتوا بالله على القصه؟ ولك حبيبي ليش عم توشوشني انت؟ ما تحكي بصوت عالي. لك اخي فهم مني بقى انت ومعلمك، يعني لو اجتني واسطه مو من الوزير، لو اجتني من كوفي عنان هالمعامله ما بتمشي. هي رشوتها لجيبي الخاص 500,000 ليره، بقى ادفعوا 500,000 والمعامله بتمشي مثل الحلاوه، والا بدي عرقلها واكتب تقارير فيها مثل السم. تفضل الله معك. بقى شو رايكم بهالطريقه المبتكره؟
هلا هي طريقة هي هيك على عينك يا تاجر؟ طبعا على عينك يا تاجر، لانه بهالايام ما عاد في داعي للخجل ابدا. لك ليش الخجل؟ ليش؟ ونكايا فيكم، اسمعوا اسمعوا بأذنكم يا عالم يا ناس، انا موظف مهم بالدولة وما بمشي معاملات الناس الا لارتشي. انا برتشي يا ناس، برتشي يا خلق، يعني بالمشرمحي ببلع، ببلع انا العمى على القصة. اشو عم نسرق نحنا؟ لا لا ما بقدر ابدا، الاسبوع الجاي مو فاضي منوم. لا بس عندي جولة ميدانية على المحافظات. ايه طبعا لازم اروح بنفسي، لانه القيادة مكلفتني بشوية لقاءات سياسية مع الناس. ايه وبصراحة هي قضايا حساسة، ما بقدر اعتمد على حدا فيها منوب، ولازم اروح بنفسي، ولا سيما انه القيادة مكلفتني بهالشيء وحاطة ثقتها فيني. اصبح خلاص منخلي لقاءنا الاسبوع بعد القادم. ايه طبعا بكون خلصت، خلصت من كل هالطوشة. وهو كذلك، نبقى على اتصال. اهلين، الله معك، مع السلامة. ممكن ادخل؟ تفضلي. صباح الخير استاذ. اهلين وداد، صباح النور. تريد نوقع البريد هلا؟ ايه ليش لا، حطيه عندك على المكتب، بس افضل بوقعه. خير وداد في شيء؟ لا سلامتك استاذ، ما في شيء ابدا. مو صحيح ابدا، انت في بتمك حكي. خير في شيء؟ احكي لي. صدقني ما في شيء استاذ. ولو يا بداد، يعني ما حلي اعرفك بعد هالمده اللي اشتغلت فيها عندي؟ احكي ولا يهمك، تفضلي تفضلي عادي. يعني ما بتزعل؟ لا ما بزعل، احكي. استاذ عرفان، هو مثل ما تفضلت، عندي شوية كلام وحابة اخذ من وقتك دقيقتين بس. تفضلي وداد ولا يهمك. استاذ انا لحد هلا صار لي سكرتيرة عندك سنة كاملة. فيا ترى بهالسنة صار شي مني تقصير او تقاعس بالشغل؟ لا لا ابدا، مين قال؟ بالعكس، انت خلال شغلك بمكتبي اثبتتي انك اهل للثقة، وأنا ما عندي أي ملاحظة عليك أو على شغلك على الإطلاق. طيب طالما هيك ليش عين سكرتيرة تانية؟ قصدك خلود؟ إيه خلود. ها ها، اسمعيني منيح يا وداد، أنا حطيت معك خلود بالمكتب أصلاً لحتى تساعدك وتحمل عنك كتف وتريحك من ضغط العمل، وهذا مو معناته أبداً أني ممكن استغني عن خدماتك. بالعكس، أنا بهالإجراء هاد حبيت ريحك ودللك كمان. بس عفوا استاذ عرفان، انا مرتاحه ومبسوطه بالشغل وما عم حس انه في ضغط عمل زايد، وبعمري ما اشتكيت. مو ضروري تشتكي يا وداد، انت اكابر وما بتحبي تنقي، على الرغم من انه في عندك مسؤوليات حساسه ومهام ثقيله. بعدين بحب الفت نظرك انه خلود رح تكون سكرتيره ثانيه، يعني سكند هاند، ورح تضلي انت الاصل، وراح تعدي ورا مكتبك معززة مكرمة، وكل الملفات المهمة والفايلات الأساسية بإيدك أنت، لأنه أنا اعتمادي الأساسي عليك أنت مو على غيرك. أما هديك فعمليا ما رح سلم شيء. يعني مثلا بكرة مثل ما بتعرفي عندي جولة ميدانية على المحافظات، وما بخفيك أنه هيك جولة كلها شقة وتعتير وغبرة وقلة واجب، ومشان هيك رح أخذ خلود معي، ما رح تعبك أنت بهالمشوار، بقى خليها هي تروح معي وتنشوى بالشموس والحرائي، وانت ضلي هون حطي رجل على رجل، عدي وراء المكتب وكراعي شاي وقهوة وميلو طول النهار. ليش لحتى خليكي تتشنططي؟ ما بيجوز والله حرام. اذا كان هيك شكرا كتير استاذ عرفان، انا هلأ اطمن بالي، واسفة اذا كنت زعجتك واخذ من وقتك. لا لا ولا يهمك، ما في ازعاج ولا شيء، وبحب اقول لك مرة تانية انه انت الاساس، انت الاصل. على كل حال ابعتي لي خلود لحتى افهم هالشي بنفسي، وحتى تعرف موقعها الحقيقي هون وما تحاول تتمادى وتتنطوط. حاضر استاذ، امرك. تريد شي تاني؟ لا سلامتك، ديري بالك على حالك. ها ادخل. يعطيك العافية استاذ. اهلين خلود، اهلا وسهلا ومرحبا، شرفي ارتاحي. شلون يا خلود؟ الحمد لله. كيف لقيتي شغلك جديد عنا بقى؟ بصراحة ممتاز كتير، وأنا مالي مصدقة حالي إني عم أشتغل بمكتب حضرتك. شوفي خلود، في كم شغلة لازم فهمك عليهم من هلا. تفضل أستاذ، أنا تحت أمرك. أنا ما جبتك لعندي على المكتب لحتى تكوني رجل كرسي، بالعكس
أنا عينتك عندي لأنه بدي موظفة شابة حيوية منفتحة ديناميكية أقدر أعتمد عليها بالمرحلة الجاية، وأنا بصراحة توسمت فيكي هالشي من أول ما شفتك. شكراً كتير أستاذ. ولا هالشي بدي إياكي تاخدي موقعك تمام بمكتبي وتتحلي بروح المبادرة وتكوني معي عنتها، لأني ناوي مستقبلاً سلمك كل الملفات المهمة بالمكتب، وأنتي بتعرفي طبعاً حساسية وأهمية شغلنا. طبعاً طبعاً أستاذ، الله يعطيكم العافية، بس بصراحة أنا خايفة يصير في نوع من الحساسية بيني وبين وداد. هلأ مين جاب سيرة وداد؟ إيه بلا وداد بلا سعاد. يعني ما بخفيك سر، وداد انتهت مدة صلاحيتها عندي، انتهت وما عادت تقدر تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، وشوي شوي رح تلاقي أمور المكتب كلياتها صارت بإيدك أنت، ولازم تعرفي أنك أنت الأصل بهالمكتب وويداد موظفة سكند هاند، ولحتى أثبت لك هالشي رشحتك أنت دونا عنها لمهمة مهمة كتير. وأنا جاهزة أستاذ، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنك، بس ممكن أعرف شو نوع المهمة؟ إيه طبعا رح قلك. مثل ما بتعرفي أنا عندي جولة بالمحافظات ورح أعمل فيها لقاءات سياسية مع قطاعات شعبية مختلفة، وأنتي رح ترافقيني خلال هالجولة كلياتها لحتى تتعرفي أكثر على طبيعة شغلي وعلى متطلبات المرحلة القادمة، لأنه ما بخفيكي المرحلة القادمة حساسة كتير يا خلود. هذا فخر كبير إلي أستاذ. طبعا وداد كانت قاتلة حالة لتطلع معي بهالجولة، بس أنا آسرت أنك تطلعي معي أنتي، وهي رح تضل هون ملحوشة بالمكتب مثل إفة الهم. بقى قومي خلود، قومي هلأ على شغلة وتنشطي وجهزي حالك للجولة، قومي. حاضر أستاذ، مثل ما بتأمر. بتريد شي تاني مني؟ لا سلامتك، بس وينك؟ خلي هالشي بيناتنا. أمرك أستاذ. شوكات تعال لك. حاضر. اسمع يا شوكات، انا بالمرحله القادمه رح اعتمد عليك كثير، بقى بدي منك الله يرضى عليك تفتح عيونك وادنك منيح. انا حاضر استاذ. وطبعا انا رح اخذك معي على جوله المحافظات لسببين، يعني منه بتستفيد من اذن السفر ومنه بتضل على احتكاك مباشر معي. هذا شرف كبير، بس ابو صالح ما بتحسس مني؟ اي بلا ابو صالح بلا ابو مالح. أبو صالح خلاص انتهت مدة صلاحيته عندي وصار لازمه تنسيق، وبهالمرحلة هاي صرت أنت الأساس يا شوكات. يعني بدك تسرحه أستاذ؟ لا لا ما رح سرحه، بس رح ألحشه عندي بالبيت مشان يجيب خبز وبقدونس ولحمة وهالحلك المصدي، وبيني وبينك هالشغلة زيادة عليه، أصلا ما بيستوعب أكتر من هيك. طلع معي للا. ولك أستاذ. لحظة لا تعطيك الشنطة. حاضر سيدي. وكم يوم بدك تغيب بجولتك؟ يعني بدك تقولي شي 4-5 أيام حسب التيسير. ورايح لحالك؟ لا طبعا شو لحالي، معقولة مسؤول كبير مثلي يروح لحاله بهيك جولة؟ لكن مين بده يروح معك؟ بعض الموظفين عندي بالمؤسسة. وفي بيناتهم موظفات يا ترى؟ نعم، بترجاكي تفهميني مشان الله، يعني مثل ما لك شايفة الوضع هلأ دقيق جدا والمرحلة حساسة كتير، والموقف العام بيتطلب منا زج كل الطاقات وحشد كل الإمكانات، ولحتى نقدر نزج ونحشد لازمنا تركيز عالي، ولحتى أقدر ركز لازم يكون رايق تماما. عم تفهمي علي؟ ولهالسبب أرجوكي لا تعكري لي مزاجي قبل ما أمشي. خلاص أنا أسفة لأني سألتك. إنعام، في شغلة لازم تعرفيها، أنت كل شيء بحياتي حبيبتي، يعني أنت الأصل وأنا مستحيل مهما. خلاص خلاص مصدقتك. أوكي حبيبتي، بدك شيء من المحافظات؟ لا حبيبي، تروح وترجع بالسلامة. الله يسلمك يا رب، باي. الله معك، مع السلامة.
أبو صالح اسمعني منيح، أنا لو ما كان اعتمادي عليك كبير ما كنت فرستك للبيت. يعني بصراحة أنا ما حبيت أتعبك بهيك مشوار كله شقة وتعتير وشنططة، ولهالسبب أخذت بدالك هذا السائق. شو اسمه؟ اسمه شوكت أستاذ. أيوة شوكت، بقى الله يرضى عليك، دير بالك منيح وأمن لي كل طلبات البيت. ما بدك توصاي؟ على عيني وراسي، وإن شاء الله تروح وترجع بالسلامة يا رب. شوفي عنا أول شيء بالجولة يا خلود. أستاذ في عندكم لقاء مع أعضاء جمعية أصدقاء المدينة. أصبح طالع لي الكلمة اللي رح ألقيها بالجمعية من الشنطة وجهزي لي إياها. حاضر أستاذ. أعزائي أعضاء جمعية أصدقاء المدينة، اسمحوا لي أن أعبر لكم أولاً عن عميق سعادتي عندما ألتقيكم. فأشد ما يفرحني ويبهج فؤادي ويثلج صدري رؤية هذه الحفنة من المثقفين والغيورين على الصالح العام، والذين اجتمعوا وكرسوا وقتهم وجل اهتمامهم لا لشيء سوى محاولة الحفاظ على رونق المدينة وجماليتها وخصوصيتها. فالمدينة هي الأصل، المدينة هي الأساس، من المدينة انطلقت المبادئ والأفكار، وفي المدينة انصهرت كل التيارات وتلاقحت كل المبادئ لتنتج نهجنا الفكري الذي انتهجناه وطريقنا الثوري الذي سلكناه ومستقبلنا المضيء الذي رسمناه. واسمحوا لي الآن أن أغوص في النقطة الجوهرية التي تناضلون من أجلها، ألا وهي الحد من هجرة الريف إلى المدينة. فهذا مطلب حق، والله مطلب حق، وللحق والتاريخ أقول يجب أن نحد من هجرة الريف إلى المدينة بكافة السبل. سنسعى جاهدين لاتخاذ كافة الإجراءات التي تصب في خانة تحقيق هذا الهدف النبيل. سنقول للمزارعين ابقوا في مزارعكم، سنقول للفلاحين ابقوا في بساتينكم، لأن المزرعة والحقل هي مكانكم الطبيعي، ودعوا المدينة لأهلها يا أخي، دعوها، لأنه كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. إذا سمحتي يا خلود افتحي لي هالشنطة وطالعي لي الكلمة اللي بدي ألقيها بجمعية أصدقاء الريف، بدي راجعها شوي. أمرك أستاذ. أعزائي أعضاء جمعية أصدقاء الريف، تغمرني البهجة وتنتابني السعادة ويأسرني الحنين ويتملكني السرور عندما ألتقيكم. فكم أتأثر عندما أرى هذه الحفنة من المزارعين والفلاحين وقد تعاضدوا وتماسكوا وشكلوا هذه الجمعية السامية، ألا وهي جمعية أصدقاء الريف. أعزائي رفاقي أصدقائي أصدقاء الريف، يا أبناء هذه الأرض الطيبة، لن أطيل عليكم ولن أكثر من المقدمات، وسأدخل في لب الموضوع مباشرة. سأقولها بكل وضوح وبكل جرأة، سأقولها بملء الفم، أنتم الأصل، أنتم الأساس. من هنا انطلقت شرارة الأفكار الأولى، من هنا تمخضت المبادئ الأولى، هنا ينبوع النضال، غرسة الأمل. ولذلك سنتصدى وبكل حزم وبكل ما أوتينا من قوة لكل الدعوات المغرضة والمدسوسة والمشبوهة والتي تدعو إلى وقف أو الحد من هجرة الريف إلى المدينة. نحن مع هذه الهجرة، والمدينة تفتح صدرها وذراعيها وقلبها لاستقبالكم. فلا مدينة بلا ريف، ولا ريف بلا مدينة. أنتم الأصل، أنتم الأساس. نعم لإزالة الحواجز بين الريف والمدينة، نعم لصهر كل قطاعات الشعب في بوتقة واحدة، نعم لزج كل الطاقات في المعركة، نعم للاندماج الديموغرافي ولا وألف لا للفرز بين الندين والصنوين. لوين بتأمر نروح هلأ أستاذ؟
على جمعية التصدير وحماية المنتج الوطني. طالعي لي الكلمة اللي بدي ألقيها هنيك إذا بتريدي. أمرك أستاذ. نحن قبل كل شيء نقف مع تنمية الموارد المحلية ومع تشجيع الإنتاج الوطني بكل أشكاله. فالإنتاج الوطني هو الأصل وهو اللبنة الأساسية لبناء اقتصادنا السليم والخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. لذلك سأقولها بكل وضوح، سنقوم بإجراء كل ما يلزم وباتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية المنتج الوطني. وقديماً قالوا ويل للأمة التي تلبس مما لا تصنع وتأكل مما لا تزرع. فحماية الإنتاج الوطني تعني حماية الاقتصاد، لأننا بهذه الخطوة نقوم بتوفير القطع الأجنبي النادر. نعم للتصدير، نعم للإنتاج، نعم للتقشف، لا لاستيراد السلع والبضائع الأجنبية، لا لإنفاق القطع الأجنبي بطعمه وبلا طعمه، ونعم وألف نعم لتوفير الدولار أو اليورو الأبيض ليومنا الأسود. حبيبتي شلونك؟ شو أخبارك؟ لا لا لسه ما خلصت الجولة، هلأ رايح ألقي كلمة بأعضاء جمعية تشجيع الاستيراد. ماشي الحال. طيب طيب اليوم المساء بحكي معك من الأوتيل. شلون؟ لا لا ما حكيت مع أنعام، يعني كتير شايفتيني فاضي لأنعام هلأ. أوكي حبيبتي، أوكي إلى اللقاء، مع السلامة. يا خلود الكلمة جاهزة أستاذ، تفضل. برافو عليكي. لا أخفيكم سراً عندما أقول بأن هناك دعوات مغرضة وحقودة تدعو لترشيد الاستيراد والتخفيف منه قدر الإمكان بحجة حماية المنتج الوطني وتوفير القطع الأجنبي، ولكنني أعلن من هنا من هذا المكان بأننا سنصم آذاننا عن تلك الدعوات وسنبذل الغالي والرخيص في سبيل تشجيع الاستيراد، لأن الاستيراد يعني الرفاهية، يعني الحضارة، ونحن مع الحضارة ومع رفاهية هذا الشعب. أسوق لكم مثلا، هل يمكن لهذا الشعب أن يعيش بلا سيارات حديثة، بلا كمبيوترات، بلا تكنولوجيا؟ فإذا لم نستورد هذه الأشياء من الغرب فمن أين نأتي بها؟ لنكن واقعين يا أخي، هل توجد صناعة محلية متقدمة وقادرة على المنافسة لكي نقوم بحمايتها؟ لذلك سأقولها وبصوت عال، نحن ندفن رؤوسنا في التراب كالنعام. العالم دخل الألفية الثالثة ويجب أن ندخل معه إلى هذه الألفية، لأنه مو معقول نظل واقفين برا وغيرنا عم يدخلوا. لأنه نعم للاستيراد، نعم لاستيراد المستلزمات الضرورية، ونعم لاستيراد الرفاهية، نعم لاستيراد التكنولوجيا والتقانة، نعم لدخول الألفية الثالثة، لا وألف لا للإنغلاق والجمود والتعفن، لا للكحتنة والأنشحة وتوفير القطع الأجنبي بلا طائل. وقديما قالوا اصرفوا ما في الجيب يأتيكم ما في الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش في مجتمع زراعي شئنا أم أبينا، فالزراعة هي الأصل، هي الأساس. نعم للزراعة، نعم للفلاحة، ولا لتحويل المجتمع إلى مجتمع صناعي. يجب الانتقال وبسرعة إلى الصناعة. إذا أردنا التقدم فما علينا إلا أن نتحول إلى مجتمع صناعي، لأن الصناعة هي عصب الحياة، قوته المحرك الأولى. الصناعة هي الأصل. نعم للصناعة، نعم للإنتاج، لا وألف لا للعودة إلى مفاهيم المجتمع البدائي. Thank you.
يعطيك العافية، حطهم هون. الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك يا رب. طمني كيف كانت جولتك؟ ماشي الحال، ماشي الحال. يعني بتصور إني حطيت النقط على الحروف بكتير شغلات. كتير منيح. وإجيت لهون دغري ولا مريت لعند فرح؟ ليكو التانية شلون بتحكي؟ معقولة يعني؟ معقولة أمرق لعند فروحتي؟ قصدي لعند فرح قبل ما أمرق لعندك؟ وليش مو معقول؟ نعم حياتي، أنا 100 مرة صرت مفهمك إنك أنت الأصل، أنت وما حدا غيرك تاني. طالما هيك ليش تجوزت علي لكان؟ عزيزتي نعم، أنت مو المفروض فيك تاخدي الأمور بهالحساسية هي، مو المفروض أبداً، لأنه كل مرحلة لها مقتضيات، وأنت إذا يعني نظرتي للموقف العام نظرة شمولية أكتر بتوصلي للجواب اللي بدك إياه. ولك أخ منك أخ، المصيبة إنك مثل الزيبق، ما حدا بيقدر ياخد منك لا حق ولا باطل. أنا يا نعم؟ أنا؟ لا أنت هيك عم تظلميني كتير، بس معلش، مثل ما بيقولوا نيال المظلوم يلي عند ربه بريء. متغدي ولا نتغدى سوا؟ يعني معقولة اتغدى لحالي؟ قولي لهم يجهزوا الغداء مشان نتغدى سوا. طيب مو على عيني. الو، مرحبا فروحتي، كيفك روحي؟ لا لا انا على الطريق، يعني شي ساعة زمان بكون عندك. لا لا ما في داعي تنتظريني على الغداء. ايه تغدي لحالك حبيبتي، يلا باي. ما قلت لي عرفان اجيت لهون دغري ولا مريت على انعام بالاول؟ ليكو التانية شلون تحكي؟ معقولة يعني امرق على انعام قبل ما امرق لعندي؟ لا يا فرح، هي ما حبيتها منك منوب. وليش بقى؟ بسفرتك الماضي رحت لعنها دغري. عزيزتي فرح، 100 مرة صرت قايل لك انت كل شيء بحياتي، انت الاصل والباقي كله تقليد، وانعام بالنسبة لي تاريخ، تراث، ماضي، هامش صغير بحياتي مو اكتر، بينما انت المستقبل، المستقبل الواعد، الحاضر، الامل، الفجر المشرق الاصيل. ولو بقى شو قلتي روحي؟ والله ما بعرف، حاسة الموضوع صعب علي شوي. ما في شيء صعب، إرادة الإنسان لازم تتخطى كل الصعاب، بعدين شو وجه الصعوبة فيه؟ يعني بصراحة ما عم تنهضم معي، انزل درع تنتين نسوان. لا روحي لازم تنهضم، بعدين هالتنتين نسوان اللي عم تحكي عنهم رح أطلقهم عاجلا أو آجلا. طيب مو حرام تطلقهم؟ لا تنظري للموضوع من هالزاوية الضيقة، انعام وفرح ما عاد يقدروا يواكبوا المرحلة الدقيقة يلي عم امرق فيها، وانا بهالمرحلة هي بالذات بدي مين يوقف جنبي، بس مو مين مكان، لا ولو بدي وحدة مثلك، بنت عصرية ديناميكية عندها قدرة على المبادرة، بتتمتع بفكر جديد خلاق. إلا كان حبيبتي مختصر الكلام، انا مو ناوي فوت على الألفية الثالثة مع انعام وفرح، مو واردة منه بصير مضحكة بعدين، لأنه الوضع دقيق والمرحلة حاسمة، ولازم تحطي إيدك بإيدي لنفوت سوا على الألفية الثالثة ونخطي أنا وياكي خطوات واثقة. طيب خلاص أنا موافقة. هيك ها، يا عيني عليكي ما أحلاكي، يعني فعلا ما خاب أملي فيكي، هلأ الواحد صار بيقدر يزج بكل طاقاته بالمعركة وهو مرتاح. فعلا أنت إنسان رائع وخريج هي المرحلة، بس يا ترى أنت من زمان هيك؟ بقصد يعني من زمان بتفصل كل شيء على قياسك؟ بصراحة أنا صرت فصل كل شيء على مقاسي بعد ما صرت مسؤول سياسي. إيه لك؟